الحوت، الحوت متألم، الحوت عنده عنده حزن، في حزن حزين، وزي ما تقولوا هو في عاصفة داخل جوه، عاصفة بالظبط هو جواها دلوقتي، السماء مغيمة تماما والدنيا لا الدنيا مش ظريفة عنده، وفي حالة دفاع عن النفس أو في حالة منافسة شديدة، بيعافر، لا متوتر، الحوت متوتر وعنده عنده مشاكل، والموضوع بيوسع مش بيصغر، الموضوع بيوسع، الأطراف عمالة تزيد، العقبات بتزيد، يا إما عقبات كتيرة بتقابلك، يعني كل ما تخرج من حاجة تخش في مشكلة تانية، عقبات كتيرة عمالة تقابلك، معاكسات، إما إنه أطراف كتير داخلة في المشكلة. طيب نصيحتي كانت ليكم يا جماعة، نصيحتي للموضوع ده، أي أطراف ملهاش علاقة بالموضوع أو مش طرف، أرجوكوا يعني طلعوهم، هتلاقوا المشكلة قلت هتصغر على طول، طلعوا بس الناس اللي ملهاش لازمة دي. لكن في تطور مادي الحمد لله، إما تطور أو استقرار مادي، يعني حالة أمان، الحالة المادية الحمد لله فيها استقرار وفيها تطور، ولمم عيلتك كده حواليك وحاجة الحمد لله فيها في نعمة حلوة الحمد لله. الحوت والتضحية، الحوت مضحي، جاي على نفسه، لسه بيجي على نفسه، وقلنا الموضوع ده يا جماعة والله تغير، أنا قريت فيه في الحركة بتاعت الكواكب عندنا، خلاص موضوع التضحية اللي زيادة عن اللزوم ده، الحوت هيبتدي يخرج من البوتقة دي، نبتدي برضو نشوف نفسنا شوية ونهتم بنفسنا، مش أنانية والله، لكن خلاص يعني اعمل اللي عليك وخلاص، بلاش التضحية بالزيادة دي، يعني تعبان يا حوت، متبهدل، ليه تبهدل نفسك؟ ركز مع نفسك شوية، أو صابر على شيء برضو، عشان قلبك الطيب ده داخل على مرحلة جديدة، متفائل، زي ما تقولوا مغامر، عندك روح مغامرة، ليه؟ لأن في هدف ظهر قدامك وانت رايح له بسرعة البرق، رايح له بسرعة جدا، وبرضو الحوت ما شاء الله لما بيركز تركيزه عنيف، ان شاء الله هتوصل للهدف اللي انت رايح له ده يا حوت. وكمان عندك طاقة انتصار، يعني اللي بيحصل هنا حالة الدفاع عن النفس، لا انا ما عملتش كده، ده مش صح، انت ده في ظلم بيحصل، الخناقات والمشاكل دي ان شاء الله منتصر يا حوت، انتصار، وكمان طاقة ابداع. والحوت معروفين ان هم بيبقوا اكتر في الحاجات اللي فيها فن وابداع، كتابة، رسم، الحاجات اللي فيها فنون، عندك طاقة ابداعية ان شاء الله هتساعدك توصل للهدف اللي انت بتجري عليه ده. بشكرك يا بوسي، ان شاء الله يكون خير، انا مش فاكرة كانت القراية ايه. في عيلة جديدة، الناس اللي مرتبطوش من الحوت، في عيلة جديدة، زواج، وزواج ان شاء الله سعيد، زواج العمر باذن الله، او انه الناس المرتبطين اوريدي دي حالتهم، دي صورتهم، الحمد لله العيله متقاربه ومتماسكه والحمد لله الدنيا حلوه، الصحه حلوه يا حوت ما شاء الله، دي صحه، ده نجاح، دي الحاله المعنويه عندك، حالتك المعنويه حلوه الحمد لله، او ان شاء الله هتكون اتحسنت عن اللي حصل ده، يعني حاله الحزن اللي انت فيها دي مش هتطول، وانت يا حوت فعلا مودك متقلب وحاسيسك بتتقلب بسرعه جدا، فان شاء الله حاله الحزن اللي انت فيها دي او حاله الزعل دي هتروح بسرعه جدا جدا، هيحل محلها شمس، والشمس دي بتعبر عن الوضوح، الدنيا واضحه، الصوره واضحه، الهدف واضح، الهدف واضح يا حوت، السكه مفتوحه، جو. الصحه الحمد لله كويسه، في مرح، في امان، السور ده بيوحيلي بالامان، عندك امان، وحالتك النفسيه الحمد لله كويسه. هلخص القراءه بسرعه، في حالة حزن دلوقتي يا حوت، ممكن تكون زعلان او ان شاء الله تكون عدت خلاص، حالة هم يعني هم شديد، الهم ده اعتقد ناتج عن حالة دفاع عن النفس، في مشكلة ما انت بتحاول تدافع عن نفسك فيها،
دخل فيها اطراف كتير، عملوا لك زحمه كتير قوي قوي ملهاش اي داعي. ارجوك طلع الناس دي، ملهاش اي لازمه، طلعهم. في حاله تطور مادي ان شاء الله، حالتك الماديه بتتطور وحاله استقرار كويسه جدا، عيلتك ملمومه حواليك وفخورين بيك. في حاله صبر او حاله تضحيه شديده جدا عند الحوت، يعني بالراحه على نفسك شويه، بالراحه بلاش تضحيه بزياده. الناس اللي مش مرتبطين عندهم بدايه عيله جديده ان شاء الله، شكل ارتباط هيتم. الناس المرتبطين ممكن تكون حالتهم العاطفيه كويسه. في مغامره، في مغامره انت هتقوم بيها، حاجه انت مش متعود تعملها يا حوت، فيها شويه مجازفه، فيها شويه ريسك، بس يستاهل. ولو ان شاء الله كروتي دي صح، ان شاء الله الحاجه اللي انت بتاخد فيها الريسك دي، الهدف اللي انت رايح له ده، نهايته نجاح وانتصار الاثنين، انتصار ونجاح. ادي القرايه، حلوه قوي يا حوت، حلوه قوي. طيب ايش الحوت؟ يعني ايه ايش الحوت؟ الحوت هو برج الحوت حبيبتي، البروج يعني. ما تعرف حلقة ميعادها بالظبط امتى؟ هي ايه يا شيماء؟ يعني البث بيبقى الساعة كام؟ يوم ويوم بعد الساعة 12، يعني 12 ونص، واحدة الا شوية، حاجة كده. الحوت في البحر بالظبط يا عمر. القوس والاسد في تفريق، وهل في سبب، وهل سبب سبب سحري؟ طيب شموخ، خلينا نسأل اسئلة الكارت الواحد بعد ما نخلص القراءة. يا حبيبة قلبي يا روز، تجيبي الكلام ده منين؟ انتي عسلية. ميرسي يا روز، يا كوكي انتي اللي عسلية. ان شاء الله حبيبة قلبي، يا سوريا بإذن الله حبيبتي، ربي يعطيك الخير يا رب. جيميناي حاضر قريب قوي، بشكرك جدا يا هشام. بالظبط تعملوا زي ما ولاء بتقول، كل يعمل لايك وشير بليز لللايف للي عاجبه، ده الموضوع ده بيدعمني جدا يا جماعة، وفعلا بيحسسني ان انا نجحت. ايه عرفك انه هينتصر؟ والله يا عمر الكروت اللي انا بشوفها فيها رسائل، انا دي الرساله اللي انا شفتها، وان شاء الله تتحقق. مش تتمنى تنتصر ان شاء الله؟ شايمة، هو الموضوع مش ماشي بدقه فظيعه قوي كده، يعني هو زي ما قلت لك يوم يوم لا، يعني احنا النهارده الاثنين، اللايف اللي جاي هيكون يوم الاربعاء في نفس الميعاد بالظبط. اوكي مينا، ليه كده يا مينا؟ اصبر شويه، انت ممكن تكون زعلان دلوقتي زي ما هو واضح عندي، بس انت عارف لو انت حوت، لو انت برج الحوت، احنا مشاعرنا متقلبه شويه وبنصفى بسرعه. استنى شويه، بلاش تاخد قرار انفصال دلوقتي. احجار الحوت، ايوه معتز معانا اهو، رحبوا معانا بمعتز احمد، معتز موجود معانا في اللايف. وزود كمان حجر، انا كنت ناسيه حجر الفيروز، وتقريبا ده حجره فعلا المميز لبرج الحوت. معتز معانا هنا يا جماعه، لو حد عنده اي سؤال بليز يدخل يسال. المجموعه الثانيه يا باري هي هي العشره التانيين من الشهر بتاع برج الحوت. اوكي الطور حاضر قريب جدا يا نرمين حبيبة قلبي، الأمل طبعا موجود، ويعني إن شاء الله. أنا شفت القراية حلوة قوي، حلوة جدا. صباح الفل يا زينب، أهلا أهلا حبيبتي. فيز غير اللي نزلتي أول امبارح، ليه يا صفا في مشكلة في القراية حبيبتي ولا إيه؟ النفسية حاليا يا حبيبة، لو أنت من المجموعة الأولى، النفسية مش تمام قوي، بس إن شاء الله هتظبط قوي قوي قوي. طيب اطلع الناس دي ازاي؟ ناس مين يا داليا؟ الناس اللي في الخناقه. بصي، تجاهل اول حاجه، حد مثلا بيديكي بقى النصيحه وانت ليه تعملي كده وانت ازاي تعملي كده، ما ترديش. هو كده فهم، وصلته المسج انك انت مش قابله لاستقبال اي نصايح او اي تدخل في الموضوع. ما تاخديش وتدي، الجدال هو ده اللي بيفتح المواضيع. بمنتهى الذوق والادب، صمت، ذا سايلنس تريتمنت، بس كده. نغم، ما شفتش سفر حبيبه قلبي. وحطي لنفسك، ودايما مش بس الحوت يا جماعه، كلنا لازم دايما، انا اتعلمت الحكايه دي في حياتي، ان ما اسمحش لحد يتعدى الحدود اللي محطوطه له، بس كده.
هنرتاح كلنا. يا ريهان ده انت اللي منوراني ومنوره اللايف كله. المايك طيب، اصل عارفه من غير المايك كان الصوت بعيد قوي وكان الناس تسمعني بصعوبه. وقدامي ريسك بفكر فيه، مش عارف لسه هيكون خير ولا لا. اوكي طيب، فادي اللي انا شفته الريسك اللي انت يعني you're about ان انت تاخده ده، نهايته كويسه، نهايته فيها انتصار وفيها نجاح. يعني حياتنا برضو لازم يكون فيها شويه ريسك، حتى من نوع يعني يبقى من باب كسر الملل، فاهم قصدي؟ ان شاء الله يا رأفت تكون صحيحه باذن الله. طيب هسيب الرسائل، لاني لو قعدت على الرسائل بجد مش هقرا حاجه. طيب هنبتدي دلوقتي القراءة العاطفية لبرج الحوت المرحلة دي. شوف أخبار الحوت إيه المجموعة الأولى عاطفيا. أوكي. حلوة قوي. بوم بوم بوم. حساسية الحوت يا جماعة، وأنا معاكوا على فكرة، سبب رئيسي في أسباب تعبه في حياته بجد، وسبب مشاكل كتير قوي. يعني ما تظبطوا الدنيا كده. الحوت عايز إيه؟ الحوت على وشك ياخد خطوة أو قرار، أو قرار بس خايف من التوابع بتاعته. او انا بقى عايزه اقول لكم، يعني خلينا يعني اقولها صح، او خايف ما يقدرش، نفسه يعني يعمل حاجه جديده في العلاقه دي، عايز يعمل حاجه جديده فيها، يصلحها يخلصها، عايز يعمل اكشن، عايز يعمل حاجه. هو تقريبا على وشك ياخد قرار ان هو او يعدل حتى في العلاقه، يعمل شويه تعديلات. شايف شريكه ازاي؟ شايفه الساحر، عنده ادوات كتير قوي، او عنده تقريبا اغلب الحاجات اللي هو محتاجها، الحاجات اللي هو نفسه تكون في شريكه، هو شايفها موجوده في شريكه فعلا. وشايفه شخص طموح، شخص مبدع، يعني شايفه حاجات كويسه جدا. والطاقه حلوه جدا، الطاقه فيها حظ، فيها عجله حظ، بمعنى انه عارفين القفلات اللي بتحصل بدون سبب، بدون سبب كده تلاقي الكابل كده، لا هتبتدي القفله دي تفك، القفله دي هتفك ان شاء الله، وفي تيسير ان شاء الله، الحاله فيها تيسر. الطاقه كده دلوقتي، حاولوا تستغلوها دلوقتي. الشريك نفسه يبتدي، عايز يبتدي مرحله جديده معاك، مش معايا حد تاني، معاك. يبتدي صفحه جديده. اوكي، يمكن يكون اخطا، جايز يكون شريكك اخطا، ونفسه في حاله هدوء ما بعد العاصفه. شكل كان في عاصفه جامده شغاله، ونفسه عارفين ده الهدوء اللي ما بعد العاصفه، شويه هدوء وروحانيات وشويه حنيه بقى. طيب شريكك بقى شايفك ازاي يا حوت؟ شايفك خايف، شايفك ما بتاخدش اي خطوه، بس اللي هو مش عارفه ان انت على وشك ان انت تاخد خطوه، بس هو شايفك ان انت ما بتعملش اي خطوه خالص، ما بتعملش اي حاجه. في حب، حاسين بحب الفتره دي، حاسين بحب وعايزين تدوا لبعض، يعني في عطاء، عايزين يعني عطاء تدوا لبعض. في شيء كان مستخبي هيتعب، يمكن كان حاجة تخص شريكك يا حوت، أو حاجة تخصك أنت. دي الأسرار، ده كارت الأسرار، The High Priestess. أو
برضو دي حالة برضو من حالات التدين الشديد جدا، اللي هو التوجه نحو الدين جدا، زي ما تقولوا انتوا من كتر يعني الألم اللي انتوا حاسينه من العلاقة خلاص رميتوا بقى حمولكوا كلها على ربنا، فوضتوا أمركوا لله خالص. ده هيأثر عليكوا بالبعد، ده مش عايزة أقول فراق، ما بقتش أقول عليه فراق، بعد يعني واخد جنب الحوت أو شريكه، واخد جنب. بس هو سايب وراه ايه؟ سايب وراه كوبايات، الكوبايات دي كلها حب، مشاعر، حاجات حلوة جدا. ليه الحساسية المفرطة اللي عندك يا حوت؟ وكمان توقعاتك المعاملة اللي بالمثل، ان انت زي ما بتعامل تتعامل، ده سبب كبير جدا في مشاكلك، في مشاكلنا العاطفية. يعني احنا بنتعامل بطريقة، فلازم سقف التوقعات ينزل يا حوت. ما تبقاش كل حاجة انت بتعمل بحنية، وانت بتدي، وانت بتسامح، وانت بتعمل كل حاجة، بس عشان شريكك ما بيعملش الحاجات دي قصادها فانت محبط. لا، انت بتعمل بطريقتك وهو بتعمل بطريقة، فما تتصدمش وما تزعلش ان هو مش بيعملك بنفس الطريقة او بالطريقة المتوقعة اللي انت كنت متوقعها منه. ده مش معناه ان هو ما بيحبكش على فكرة، لا، بيحبك، بيحبك وعايز يبتدي معاك صفحة جديدة، وعايز الدنيا تهدى، ولا بيحبك، بيحبك جدا. اوكي، اللي عنده مشكلة في الصوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني. حاولوا تتفادوا يا جماعة كارت البعد ده، بالعكس قربوا اكتر، قربوا من بعض، يعني ده بلاش منه، ملوش لازمة. يعني عارفين في قرايات تانية كنت بشوف فيها مثلا ان الشريك مش سائل اصلا، مش شايفك اساسا، لا، شريكك حاسس بيك وشايفك وعايز يقرب منك، فملوش لازمه.